بعض المواطنين يراها انها خطوه متاخره. اكو عراقيل كان بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه اليوم شرعنا بتوزيع قطع اراضي لشريحه شبكه الحمايه، الخطوه متاخره وايضا مستعجلين الان. احنا مو كل اجراءاتنا كامله، اكثر من 8000 قطعه ارض اليوم كملنا فرزها وايضا تخصيصها للمواطنين اللي سجلوا. تقريبا 30000 قطعه ارض راح نستهدف بها شبكه الحمايه الاجتماعيه، وايضا ان شاء الله خلال 3 اشهر القادمه سنصل الى اكثر من 75000 قطعه ارض في محافظه واسط. كانت ولا زالت هناك عراقيل من الوزارات المعنيه بعدم اعطاء صلاحيه للمحافظات بتوزيع هذه الاراضي للمواطنين. الان السيد رئيس الوزراء عازم باعطاء صلاحيه للمحافظات واعطاء لكل مواطن حق ان يستلم قطعه ارض بشرط ان لا يكون مستفيد ولا يكون هناك ملك مسجل باسمه. احنا ماضين الان فرز وتخطيط واستملاك، وايضا الان ذهبنا الى توسعه التصميم الاساسي لبعض المدن اللي ما عندنا قدره نوزع بها قطع اراضي داخل المدينه. يعني الوزارات اللي هي سبب في عرقله توزيع قطع الاراضي وزاره الاسكان والماليه والزراعه، هي هذه اللي تاخر عمل. يعني احنا راح نستمر كل وحده اداريه الى يوم نكمل كل شبكه الحمايه اللي يوصل تقريبا 30000، ومن ثم نذهب الى شرائح جديده سنعلن عنها تباعا ان شاء الله. تحدثت سابقا عن 30000 عشوائيا. نعم. هل ستقري هذا التوزيع؟ نعم، اليوم السيد رئيس الوزراء صدر توجيه بانه اكمال اجراءات تمليك المناطق العشوائيه، احنا مستكملين محاضرنا ومستعدين ان نملك كل المواطنين اللي ساكنين بالعشوائي ومسجلين عندنا، فقط المسجلين حتى لا يكون هناك بناء جديد خلافا للضوابط والقوانين. استاذ محمد، جميع الاقضيه والنواحي مشموله؟ نعم، كل الاقضيه والنواحي مشموله في خطه التوزيع اللي احنا ماشيين بها الان ان شاء الله. يعني لحد الان احنا جزء من ضغط المتظاهرين هو توزيع قطع اراضي، لكن في موضوع ايجاد فرص عمل وموضوع انه كثير من المطالب اللي طالبناها ما زلنا ننتظر مجلس الوزراء ان يصدر قرارات بهذا الجانب. مشمولين في هذا، لهم اصلا مشمولين قبل هذا القرار، واحنا ايضا ماشيين باكمال اجراءات ان شاء الله. شكرا لك. مهدي 5500